أو بالأحرى كيف كانت خطة الله بالنسبة لنا؟ كل واحد منا إخوتي لديه ابن أو أكثر، ولكن إذا ما عشنا في فترة العهد القديم فإن الابن البكر هو الذي يكون له حق الإرث. ومن منا إخوتي لا يتذكر قصة يعقوب وعيسو في الكتاب المقدس؟ من منا لا يتذكر قصة الإرث التي بدأت بطريقة سيئة؟ هذه القصة ليست بالضرورة مثالاً يحتذى به، لأنه في الأخير الذي تلقى المبارك من أبيه استعمل الحيلة للحصول عليه. لكن الكتاب المقدس تحدث عن قصة أخرى لوريث بدأت أكثر بكثير قبل قصة يعقوب وعيسو. في الحقيقة فمنذ بداية الزمان وضع الرب خطة، حيث لا حاجة لأن تكون هناك صراعات أو منافسات بين البشر، ولا لاستخدام الحيلة للحصول على ميراث هو في متناول كل واحد منا. يجب عليكم إخوتي معرفة وإدراك أن الجميع مثلي ومثلكم ممن قبلوا تضحية المسيح يسوع له المجد، أصبحنا ورثة لله، أصبحنا ورثة له وشركاء للمسيح في الإرث. وهذا بالضبط ما يقوله لنا الرسول بولس في الرسالة إلى أهل رومية الإصحاح الثامن العددين 17 و18، حيث يقول: الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله ووارثون مع المسيح، وهذا يعني أننا ورثة للثروات السماوية.